الحمد لله، الحمد لله قاسم الجبارين، الحمد لله قاسم الجبارين ومذل المتكبرين وناصر المظلومين. الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، الحمد لله العزيز الوهاب، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، ونصلي ونسلم على نبي الرحمة، نبي الإنسانية، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لقد خرجنا اليوم في جمعة الكرامة، والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان مكرم أيها الإخوة، الله عز وجل أنزل الدين وخلق الله الأرض وخلق السماوات وخلق كل المخلوقات من أجل كرامة الإنسان، فنحن خلقنا لكي نطالب بكرامة شعبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أهلنا دائما وبلدنا وأرضنا بخير وسلامة، وأن يرفع الله منا من أراد أن يذل كرامتنا. هذا الشعب الكريم أيها الإخوة في كل حقبه التاريخية واجه استعمار أراد أن ينهب خيراته وأن يسخر شعبه وأن يستعبد شعبه وكذلك أن يذل كرامته، ولكن هذا الشعب الأبي أيها الإخوة الكرام ثار بقيادة البطل الشهيد حامد إدريس عواتي، ثار من جبل أدال ينادي بكرامة الإنسان، وهكذا سارت الأجيال تلو الأجيال تحمل هذه الأمانة والمسؤولية، حتى مكن الله عز وجل هذا الشعب العظيم من أن يدحر عدوه ويحرز استقلاله. ولكن للأسف جاء إلينا فرد مستبد قد سرق دماء شبابنا وسرق قوتهم وأهان كرامتهم، هذا الإنسان المستبد الذي سرق الوطن وقتل الأبرياء واعتقل المشايخ والقساوسة وتدخل على شؤون الدين. هذا النظام المستبد ينبغي هذا الشعب أن يواجهه، وعندما قال له شيخ من شيوخنا وأب من آبائنا: لا أسمح لك بالتدخل في شأن من شؤون المسلمين فقط، فإذا به يقوم برمي هذا الإنسان الكبير السن. ومعلوم أيها الإخوة، معلوم عندنا أن الإنسان الكبير لا يحق سجنه، وكذلك الأطفال القصر، ولكن النظام في أريتريا لا يعرف قانونا ولا دستورا ولا يعرف خيرا ولا يحب الخير لهذا الشعب، ولذلك ما يهمه إلا كرسيه الذي يحكمه، يتدخل في شأن الدين، يتدخل في شأن القوت، يتدخل في شأن المياه، عمل علينا في كل شيء، تحكم في كل شيء في إرادتنا، تحكم في قوتنا، في شرابنا، في مدارسنا، في تعليمنا، حتى تدخل في علاقاتنا، مزق البلد إلى قبائل وإلى أديان وإلى طوائف. وينبغي أيها الإخوة، من يحب وطنه، الذي يحب الوطن ينبغي أن يحافظ عليه، ونحن خرجنا من أجل الحفاظ على سلامة وطننا والحفاظ على كرامة شعبنا. الوطن أيها الإخوة إنما قاتلنا من أجله، من أجل كرامتنا قاتلنا هذا الوطن، من أجل كرامتنا، فإذا دست لنا الكرامة فما الذي بقي لنا؟ علينا أن نسترد كرامتنا وأن نسترد جمال وطننا وأن ننافح عنه وأن ندافع عنه. ها نحن ذا خرجنا مسلمين ومسيحيين من أجل الوقوف في وجه هذا النظام. هو يريد منا أيها الإخوة أن نتقسم إلى طوائف وإلى قبائل وإلى أديان تتناحر بعضها بعضا من أجل أن يبقى هو في ظلمه وأن يبقى في كرسيه. أيها الإخوة والأحباب الكرام، الدين لخير الشعوب، الدين لخير الإنسانية، الدين هو الذي يزيل الحساسيات، الدين هو الذي يدعو إلى التماسك الوطني، الدين هو الذي يهذب أخلاق الناس. لكن هذا النظام الجائر الفاسد أفسد أخلاق شبابنا وملأ البلد بالفجور والخنا والزنا وكل ما يغضب الله عز وجل، بينما المطلوب منا
المسلمين والمسيحيين أن ندعو الناس إلى تهذيب الأخلاق، إلى تهذيب الأخلاق، أن يكون الإنسان الأرتي ذات أخلاق طيبة، لا أن يجره إلى المفسدات والموبقات والفساد. هذا دور الدين. الدين أيها الإخوة جاء لكي يحرر الإنسان من رقة العبودية، وجاء لكي يهذب أخلاق الإنسان حتى يكون إنسانا طبيعيا في مجتمعه. لكن هذا النظام حول شعبنا إلى حزازيات وإلى مشاكل، فينبغي أن نقف في وجهه حتى نسترد كرامتنا ونسترد وطننا الجميل الذي دافع عنه الآباء والأجداد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبيه وآله. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يدعوهم، وأنذر الناس يا أيها الإخوة الكرام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هؤلاء الظلم لهم يوم، الله يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. الذين سجنوا العلماء منذ 26 عاما وغيبوهم في المعتقلات منذ 26 عام، هذا النظام يحتفظ بعشرة آلاف معتقل، وظلت هذه الاعتقالات تتوالى إلى يومنا هذا، حتى وصلت الآن إلى حي أخريا في أسمرة. الآن الاعتقالات أيها الإخوة يقال أن أعدادها وصلت قرابة 800 فرد من الأطفال والنساء والرجال. المعلومات شحيحة من البلد، ولكن هذا الذي يصلنا بدل أن يفرج عن المعتقلين القدامى، فإذا به النظام يزيد الاعتقالات يوما وراء يوم. وإذا لم يتحرك هذا الشعب، إذا لم يتحرك أبناؤنا الذين قاتلوا من أجل هذا الوطن، إذا لم يتحركوا سوف يزجهم جميعا في المعتقلات. الإنسان المستبد أيها الإخوة لا تهمه إلا نفسه، لا يهمه هذا الدين ولا ذاك الدين، إنما هو يريد أن يحافظ على كرسيه. فإذا لم نقف ضده سوف نظل نحن مشردين إلى الأبد، وسيظل شعبنا في الداخل في هذا المحبس الكبير. تحول الوطن إلى سجن كبير أيها الإخوة. إذا ظل الحال في هذا سوف يظل شعبنا في سجنه تحت الدكتاتور، ونظل نحن في تشردنا إلى الأبد. لا بد من أن نلتحم الداخل والخارج. ينبغي على أبنائنا الذين قاتلوا من أجل تحرير الوطن وطردوا المستعمر أن ينقلبوا على هذا النظام، أن يقفوا في وجهه، وإلا والله سوف يأكلهم واحدا تلو الآخر. وشعبنا الذي في الخارج إذا لم يتحرك الآن سوف يظل في المهاجر والعبودية. هذا شعبنا في المعسكرات منذ 40 عاما لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا غير ذلك، فقدوا آدميتهم في المعسكرات. وها نحن ذا أيها الإخوة مشردون في أرجاء الأرض، أبناؤنا أكلتهم الحيتان وماتوا في السحاري، والذين يزج بهم في معتقلات الدول المجاورة. فقد الإنسان الإريتري كرامته أيها الإخوة. ينبغي هذا الشعب أن ينهض وأن يتحرك. عمنا العم موسى، هذا الرجل البطل الأسد الذي قال على رقبتي وأنا مستعد أن أتحمل المسؤولية. ينبغي جميعنا أن يتحمل التبعات ويتحمل المسؤولية وأن يتحرك أيها الإخوة الكرام. أمر الدين الدولة ترعاه ولا تحاربه. هذا نحن نعيش في هذا البلد، الآن نصلي، نحن نصلي أيها الإخوة في قارعة الطريق، والشرطة تحمينا وتسهل لنا الأمور. بدل الدولة في بلدنا بدل أن ترعى الدين فإذا بها تحارب الدين. الدولة أيها الإخوة لا تظنون أنها فقط تريد أن تستهدف المسلمين فقط، صحيح ظاهر الأمر، حقيقة الأمر أنها استهدفت المسلمين في حملات تلو حملات، وكممت أفواهنا وقفلت معاهدنا وسجنت علماءنا وفعلت فينا كل الأفاعيل. لكنها في نفس الوقت أيها الإخوة تعلمون أنها تدخلت في شأن الكنيسة ونزعت من الرهبان، نزعت منهم صفة رجل الدين وألبستهم الملابس العسكرية بالقوة، وأنتم تعلمون هذا ممنوع في الدين المسيحي. تدخلت في أديرة المسيحيين
وفي تعليمهم فعلت كل ذلك وسجنت رأس الكنيسة. فإذا بها تريد اليوم أن تكمل على البقية الباقية من أبناء المسلمين وعلى مؤسساتهم وعلى تعليمهم، فوصلت إلى منع القرآن الكريم، هذا القرآن الذي كان يدفع أبناء المسلمين إلى ساحات الوغى من أجل تحرير بلادهم. التعليم الإسلامي الذي كانت الناس تتعلم به فك الخط، وكانت الثورة الأريترية تعتمد على أبناء هؤلاء المعاهد أيها الإخوة وأبناء تلك المدارس، هم الذين قادوا الثورة الأريترية. أتحداكم أن تأتوا لي بقائد مسلم من أبناء المسلمين، حتى الذين يعملون مع النظام، من لم يبدأ منهم بالقرآن الكريم في بلدنا. كل القادة أبناء المسلمين ليس فيهم من لم يبدأ القراءة والكتابة في الخلاوي. هذه الخلاوي مكتسب تاريخي، هذه المدارس الإسلامية مكتسب تاريخي لن نتنازل عنه أبدا. الحجاب أمر رباني لم نفرضه نحن، ولكنه فرض من السماء، هذا أمر الله ولا نستطيع التخلي عنه أبدا. لغتنا العربية هي لغة رسمية في دستور إريتريا في الخمسينات، لا يمكننا التنازل عنها ولا التخلي عنها بحال. ينبغي هذا البلد أيها الإخوة أن يكون حتى لو كان بلدا علمانيا محايدا، لا يحق له أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، في صلاتنا، في صيامنا، في حجابنا، في لغتنا، في كل ما يتعلق بشأن ديننا، سواء كان شأن مسلما أو شأن مسيحيا. ينبغي هذا النظام أن يرفع يده من الشؤون الخاصة بالأديان. جميع الدول فيها أديان، لا يوجد بلد خالي عن الأديان، لا يوجد يا إخواني بلد خالي عن الأديان، كل بلاد الدنيا فيها أديان. في هذا البلد عندنا جميع أديان الدنيا، لكن الدولة لا تحارب الأديان،